غذاء النباتات ناكل احنا ونعيش حياتنا، خلي الجلد كمان يخلق فيتامين د، لكن لها تأثير ضار. الأشعة الموجات اللي هي سموها الموجات، فيها موجات كثيرة جدا، موجات منها عالية التردد اسمها الالترا فايلت، الالترا فايلت الأشعة الفوق بنفسجية، الأشعة دي ضارة للجلد، لما الجلد بيتعرض ليها بتعمل تأثيرات ضارة. جزء منها بيظهر بسرعة، يعني لو جبنا واحد اتعرض لأشعة فوق بنفسجية كتير هتلاقي بسرعة هيحصل حاجات، وفي حاجات بتاخد وقت. فاللي بيحصل بسرعة إنك تبص تلاقي الجلد يحمر، الجلد ممكن يتحرق، الجلد ممكن يغمق، اللي بيسموه التان أو اللون البني أو البرونزي، وكمان يخلق فيتامين د. ده يحصل في خلال ساعات. التعرض للشمس حلو، الواحد يتعرض شويه ياخد حمام شمس وياخد فيتامين د والدافع وكلام من ده، بس لازم يحمي الجلد من الاشعه الضاره دي، وده اللي احنا هنركز عليه قوي بعد شويه. في تاثير بقى تاني مزمن هيبان على مدى سنين مش على مدى ساعات، اللي هو التقدم او الشيخوخه المبكره للجلد، والاهم من كده انه ممكن يحصل منه امراض خبيثه، سرطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عامل طبقه فوق الغلاف الجوي الارضي اسمها الاوزون، والاوزون ده بيحمي. انت عارفين الموجات اللي فوق بنفسجيه دي A وB وC، الA عادة بتعدي، والبي الاوزون بيحميها يعدي كميه قليله قوي، والسي الحمد لله الخطيره قوي دي ما بتخشش خالص، ما بتعديش خالص، لان لو دخلت دي مضره جدا، خطر. فطبقه الاوزون وتاكل طبقه الاوزون بيؤدي الى زياده التاثير الضار للشمس على الجلد. عملوا دراسة في استراليا، ده كل 1% بيقل من سمك طبقة الأوزون بيزود معدل السرطان في الجلد في الجاز كلها في الكرة الأرضية 5%. يا خبر أبيض، قد كده طبقة الأوزون دي مهمة. عشان كده الدنيا كلها بتعمل مجهودات عشان تقلل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيؤدي إلى تآكل طبقة الأوزون، ودي مشكلة، مخاطر اللي هتجيلنا في المستقبل نتيجة التقدم التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه للأسف. يبقى اذا لو تعرضنا للشمس بكميه، هنبتدي اول حاجه نقول هيحصل التان، عارفين التان اللي هو الجلد يبقى بني شويه برونزاش شويه. التان ده كان زمان في الثقافه بتاعت الناس كلها وبتاعت الدنيا، كان ان اللي يتعرض للشمس ويغمق ده يبقى اللي بيشتغل في الشارع بيشتغل في الشمس، ده رجل طب، يرمز الى الناس الغلبانه، الناس الفقيره اللي مش لاقي مع تاكل. اتقلبت الآية ابتداء من عشرينيات القرن اللي فات، في واحد اسمه كوكو شانيل، كوكو شانيل ده مصمم أزياء مشهور فرنسي على بيت أزياء شانيل، ده حاجة جامدة أوي، راح ابتدى يستعمل في العشرينات موديلات بتوع الأزياء والموضة ولونهم تاند، يعني واخدين شمس، فكان شكلهم جميل والناس قبلتها جدا، فتحولت من مظهر من مظاهر الفقر لمظهر مظهر الشياكة والثراء والمنجاه، فتحول الناس كلها عشان الناس بتحب تبقى تاند، يحب يقعد في التان. هو ليه بيحصل التان؟ الجلد عايز يحمي نفسه من تأثير الشمس اللي هي الموجات الفوق بنفسجية اللي جاية دي، فبيعمل حاجتين. حاجة بتحصل بسرعة قوي، الجلد فيه في التركيبة بتاعته خلايا ملونة فيها صبغة ميلانين، كل ما اللون ده الميلانين ده بيزيد الجلد بيبقى أغمق، والميلانين ده موجود في الطبقات العميقة بتاعت الجلد، فأول ما الواحد بيتعرض للشمس أول حاجة بتحصل الميلانين ده يطلع ويتحرك للطبقة السطحية. ليه؟ عشان يعكس الموجات الصوتية، الموجات اللي فوق النفسجية دي يبعدها عن الجلد، يحمي الجلد يعني. فتبص تلاقي الواحد يغمق شوية، وده بيحصل بسرعة وغالبا بيروح بسرعة، في خلال يوم ولا اتنين بتلاقي الغمقان السريع ده راح. طبعا درجة الغمقان ودرجة الحاجات دي بتعتمد على نوع الجلد، وهنتكلم عن نوع ده بعد شوية. لكن الحاجة التانية بتحصل بقى مع الوقت، لو تعرض لفترة أطول وفترة أقوى جلد عايز يحمي نفسه أكتر، مش بقى بيحصل إعادة توزيع للميلانين، ده الخلايا اللي بتفرز الميلانين نفسها بتتكاثر وتكتر وتطلع ميلانين أكتر، تبص تلاقي الواحد يغمق قوي والغمقان ده يقعد إيه شهور ويمكن أسابيع. ده بنشوف الأطفال حتى اللي بيروحوا في المصيف تلاقي اللي يقعدوا في الشمس ويتنقعوا فيها جايين لونهم غامق، ده تان غامق، ده تان تقيل. ده طبعا لو زاد الموضوع شويه بيحصل بقى حرق للجلد، والجلد يتحرق، ممكن يكون حرق من الدرجه الاولى، حرق من الدرجه الثانيه، وده له علاج، لازم نمنع حدوثه من الاصل. كل ده هنمنعه ازاي؟ باستخدام الحمايه من الشمس اللي احنا هنتكلم عليها بعد شويه. حالا التاثير ده اللي اتفقنا عليه، الشمس بتعمل تاثير سريع تخليق فيتامين د او التان او حرق الجلد، لكن التسريع الاكبر
اللي بيحصل على مدى فترة طويلة وسنين ان الجلد يعجز شيخوخة مبكرة للجلد، كل ما تقعد في الشمس اكتر كل ما يحصل الخلايا بتاعت الكولاجين والإلاستين والحاجات اللي فيها المرونة اللي تخلي الجلد مشدود بتفقد هذه المرونة وبتتدمر وتتكلكع على روحها، تلاقي الجلد يبقى ايه، رقيق وضعيف وخفيف، يبقى بحيث ان هو يبان فيه الشيخوخة والتجاعيد تبان اكتر، زائد العياذ بالله ربنا يحمينا منه سرطان الجلد. واتفقنا من شوية انه زيادة معدل الإصابة بالسرطان مع تضخم مع تآكل طبقات الأوزون او زيادة تعرض للشمس مهمة جدا. الناس بتتعرض للشمس كتير، وخاصة بقى شوف النقطة دي هنتكلم عليها بعد شوية في الأطفال. الأطفال اللي اكتشفوا ان اللي بيقعدوا في الشمس كتير قوي ما بيجيش العياذ بالله المرض الوحش الا في المستقبل، لكن بتكون بدايته انه تعرض لشمس كتيرة قوي قوي وهو صغير. فلازم نزايد الأطفال بالذات هم بيتعرضوا للشمس على البحر والبسين واللعب في الشمس، ازاي نعمله؟ خليكم معانا، الموضوع ده هنتكلم فيه بالتفصيل.